عمي عصر جاهزة؟ ليك دي جاهزة تقبرني جاهزة يقبرني هالكسل يا حبيب قلبي بتطير العقل خو تقبرني منين هي السوار عمي؟ هي مو تبعك؟ معلش تقبرني بيض وشك قدام بيت حبات امي بس نحن اتفقنا على الخطبة خاتم وطوق وبس معلش تقبرني هي صبية وبتفرح بهالشي لك يا عمو بس كلهم هالكم قطعة صيغة اللي عندك ايه مو محرزين تعطيني منهم يعني ايه تقبر قلبي معلش بكرة الله بيرزقك وتعوض لي طاق طاقين ايه بفتح لك محل صاغة كمان تقبر قلبي ها شفت محلاك والله اذا بيجري زيادة على ربي 1000% يلا عيشك انت وهلا عيشه مثل العالم العادي مو عايشه ان شاء الله يا رب انا شلون جنيت ورديت عليكي وخطبت ماني عارفه معلش تقبر قلبي بكره ان شاء الله الله بيرزقك وبتعيش انت وياها اسعد اثنين بالدنيا لك تخيل روحك انا هاي تقبر قلبي شايفه هالعين؟ اي والله الله يهنيه عشان تشوفي كيف قاعد واقفه لا حبيبتي شو دخلك بهالعين؟ شو دخلني؟ مو شايفة جوز أخته قدامه مصاري؟ جوز أخته هو شو دخله؟ يعني إلا ما أخته تتحش فيه ويتعلي لحسن إيه لا تحلمي كتير حبيبتي كل اللي معه مصاري بخاله ما بيطلع منه قرش لك شبكن أنتو التنتين بتضلوا عم تتوتوتوا لخلصنا بقى دخيلك يا ابني لا تأخذنا عذبناك معنا وصرعناك كمان لا خالي عذابكن راحة الله يهنيهم ظلتوا معي قلت لك شو مسافه يلا بسرعه انت يا جميل طيب ليكني بعدت بهاء ليك شو بدي لك ميساء هلا بس تخلصوا الخطبه والعجقه كلها تعزمي الكل على العشاء على شو لك على العشاء على العشاء شبكي على العشاء يعني اكيد مو عاملين لكم عشاء اهل العروس لا ما هن عاملين بس يعني مشان شو ما انا حرزان القصه لا ما كمان انت مو اب اهل العروس ولا اب حدا لك يا بها مو هيك قصدي لك ما بدها بس يخلص ميساء تعلمي كيف تعزي اخوكي خلص انت عزميهم كلهم والباقي علي وخبريني ها مشان انا بدي احجز وانا حخبر الاولاد عشان يجوا ياخذوكم تجوا سوا كلياتكم يلا باي طيب ماشي ماشي يسلموا ايديك مع السلامه